شباب معنا ضيوفنا بالاستوديو، بدي اشتكي لكم من اول ما طلعنا بشبكه البرامج والتحضيرات راسهم بالتليفون، ما عم يطلعوا كل وقت بتليفوناتهم بالموبايلات. انا بطمن على الصوره. الصوره على السوشيال ميديا. التعليقات. بصي هو اكونتي، يعني الاكونت بتاعي اول 6 كومنتات عليك انت، مش فاهم ليه. يعني مش فاهم ليه. وفي حد في يعني في بروفايل اسمه انا اصلا واد جامد، هو يعني قال لي بالله عليك لا تسالها، انت مرتبطه؟ هو مش عارف، هو مصمم. مصمم عليها. فقلت له اهدى بقى اهدى بقى، نخلص ونشوف الموضوع ده. طيب ماشي. تركي قبل ما نجيبك على الموضوع ايه؟ يعني برضو نفس بس انا رسايل بقى، بس ده سؤال شخصي يعني. رسايل بقى يا ابن اللعيبه، ايه القمر ده مش عارف. فانا بقى يعني انا اللي حاسال حضرتك مرتبطه؟ مش بصي انا شاكك. بدي اشوف هيدي، لا بدي اشوف هيدي النظره. انا شاكك ان الاكونت فيك بتاع تركي اصلا. يمكن تركي اللي عم يسال. انا بقول لك انا شاكك ان هو الاكونت الفيك اصلا. لا اصلا في كثير كلمات انا بمصر اول مره مثلا مزه اول مره سمعتها افتكرت شتيمه صراحه، مخبركم. قال لي ايه مزه، انا زعلت واخد على خاطري، قلت يعني ايه مزه، افتكرتها موزه. لا 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 موزه يعني انت انا بطلع شبه الموزه يعني، بعدين طلعت مزه. ايه مزه دي لبناني؟ مزه بيقولوها ازاي؟ حلوه. حلوه كتير حلوه 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 حلوه. دي حاجه تقليديه، فلازم الشعب المصري يبقى كريتيف. حط التاتش بتاعه، لازم نحط التاتش بتاعنا. هلا انتوا عندكم كلمات خاصه فيكم كمان هيك لغه ما حدا بيفهمها الا انتوا ثلاثه؟ احنا كنا بنطلع حاجات انا وتركي في السكتشات اللي كنا بنعملها، يعني مثلا قلنا اوبا ستيتو مامبو، حط في شعره شامبو. مش فاهم انت فاهم ايه، مش عارف ايه اللي بيتقال. انا شامبو شعري عرفت. اوبا ستيتو مامبو قوليها، قولي اوبا ستيتو مامبو. حط بشعره شامبو، حط بشعره شامبو اللي ما رغى معه، ما كان يفهم. وده واضح انه الشامبو مش ظابط اللي معه. هو كان تركي بس عايز يوضح لساده المشاهدين الافيه ده جه لميزه فين. لا الموضوع كبر قوي، خليكم فاصل اعلاني، خليكم تقولوا اللي في قلبكم بس تحت الهواء. طب ما تيجي نخرج احنا نقول اوبا ستيتو مامبو، حط بشعره شامبو ويخرج فاصل. يلا قولوا مع بعض. كلنا يلا 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 يا جماعه. الله يعيني عليكم اليوم. يلا معلش. واحد اثنين ثلاثة. اوبا ستيتو مامبو، حطوا بشعره شامبو، اخرج فاصل يا ابني.